برمجة تطبيقات الموبايل من أفضل المجالات اللي موجودة في البرمجة في الوقت الحالي، واللي عليها طلب كتير جدا 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 بسبب استخدام العملاء الكبير للموبايلات. والحقيقة في تقنيات كتير جدا موجودة وفي أساليب كتيرة لبرمجتها، فخلينا نشوف كده إيه أفضل حاجة ممكن نمشي فيها وأفضل حاجة ممكن نتعلمها في الفيديو ده. فكمل الفيديو لحد النهاية. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت. لو حابب انك تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها. وانا اوعدك انك لما تشترك هتحس فرق كبير، ايوه، في كل الحاجات. مبدئيا كده، لو انت عايز تتعلم البرمجه ومش فاهم تتعلم ازاي ولا تمشي ازاي، هتلاقي فيه في الديسكريبشن لينكات لفيديوهات هتعرفك تفاصيل كتير جدا جدا عن مجال البرمجة. كمان في بلاي ليست عندي على القناة اسمها دليل البرمجة، فيها تفاصيل اكتر كمان بكتير من اللينكات اللي موجودة في الديسكريبشن. بالاضافة ان اللينكات اللي في الديسكريبشن موجود فيها لينكات التواصل معايا على السوشيال ميديا، وكمان كورساتي المدفوعة لو انت حابب تتعرف عليها. مجال تطبيقات الموبايل للفترة اللي فاتت عمال يزيد ويعلى جامد قوي، لان التكنولوجيز اللي بقت موجودة بقت اكتر بكتير من اللي كانت موجودة زمان، بالإضافة للطلب الشديد جداً اللي العملاء عمالين يطلبوه على الموبايل. أغلبنا دلوقتي بقى بيستخدم الموبايل، ما بقاش بيستخدم الويب، والسبب إن هو حاجة في إيديك وماشية معاك طول النهار، فإيه الداعي إن أنا أسيبها وأروح أستخدم لابتوب؟ فكل حاجة أقدر أعملها بالموبايل هعملها بالموبايل، أنا بعمل كده وإنت هتعمل كده وكلنا هنعمل كده. فبالتالي لما الطلب يزيد فالتكنولوجيز لازم تكتر، ولازم الطلب على الديفلوبرز اللي شغالين في الحاجة دي بيكتر. والمستقبل للموبايل، مش معنى كده ان الويب ملوش مستقبل، عشان دايما الناس بيفهموا العكس، مش عارف ليه بصراحة. لا، الويب برضو ليه مستقبل، والويب جميل، لان احنا ما نقدرش نستغنى ابدا عن الويب، وده للاسباب اللي هقولها كمان شوية. فبالتالي الشركات دلوقتي عمالة تطلب كتير جدا 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 ديفلوبرز موبايل، فمجال مفتوح تقدر تخش فيه من دلوقتي هتستفيد جدا. طيب نيجي بقى نشوف الموبايل ابليكيشن هو عبارة عن ايه. اول حاجة، الموبايل ابليكيشن اللي انت ماسكه في ايدك ده عبارة عن الانترفيس اللي انت شايفه قدامك، اللي هو الالوان والايقونات والحاجات اللي انت شايفها قدامك. ده جزء مش كل الابليكيشن. حاجة زي سوق دوت كوم بتلاقي عليها منتجات، هل انت متخيل ان المنتجات دي متسيفة على الموبايل عندك؟ ده كلام مش صحيح، لان نفس المنتجات اللي على موبايلك موجودة على موبايل اخوك، وموجودة على موبايل والدك، وموجودة على موبايل الناس كلها. اذا المنتجات بتاعت سوق دوت كوم متسجلة في مكان سنترالايزد، متسجلة في مكان مركزي موجود فيه الداتا دي. اذا الداتا دي متسجلة على سيرفر، واحنا كموبايل ابليكيشن بنقرا الداتا من السيرفر، فبالتالي لازم يكون في قاعدة بيانات متسجل عليها الحاجة دي، واحنا بناخد من قاعدة البيانات وبنعرض في الموبايل ابليكيشن. قاعدة البيانات دي بتتعمل بأي نظام من أنظمة قواعد البيانات، زي على سبيل المثال السيكوال سيرفر أو الماي سيكوال أو الأوريكل، أي نظام من أنظمة قواعد البيانات. فبالتالي غصب عني وغصب عنك لازم تدخل عندنا برمجة الويب، وهي دي الباك إند بتاعت الموبايل أبليكيشن. يعني الموبايل أبليكيشن هو كمان ليه فرونت إند وليه باك إند. الفرونت إند تمام، ده اللي انت بتشوفه في ايدك. الباك إند هي لوحة التحكم اللي من خلالها بتغذي الموبايل أبليكيشن بالداتا. لوحة التحكم دي بتتعمل بأي تكنولوجي من تكنولوجيز الويب، اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع تعلم برمجة الويب، تقدر ترجع له عشان تفهم معلومات أكتر عن الموضوع ده. فبالتالي لازم انت لو انت عايز تعمل السايكل كلها لازم تتعلم جزء ويب وتتعلم جزء موبايل. طبعا هو افضل حاجه انك تتخصص، انك تكون مثلا موبايل ديفلوبر او انت تبقى باك اند ديفلوبر، لكن في ناس بيحبوا يجمعوا من بين الاثنين، والجمع بين الاثنين مش غلط، لكن لازم الاول تتمكن من حاجه وبعدين تنتقل منها لحاجه تانية. خلينا نمسك الموضوع واحده واحده. هنتكلم دلوقتي على الفرونت اند بتاع الموبايل، لان احنا اتكلمنا عن الويب قبل كده وعرفنا اللغات البرمجه اللي بتشتغل عليه والكلام ده كله. لغات البرمجه اللي بتشتغل على الموبايل ابلكيشن نوعين، يا اما نيتف، برمجه نيتف، يا اما كروس بلاتفورم. البرمجه النيتف يعني ايه؟ يعني كل نظام عندي بعمل له برمجه بلغه محدده. على سبيل المثال الاندرويد بنبرمج بالجافا او الكوتلين، الاي او اس بنبرمج بالاوبجكتيف سي او السويفت، بغض النظر ان الاوبجكتيف سي خلاص يعتبر راحت عليها، كمان الجافا قربت يروح عليها، لان اولا الكوتلين بصراحه لغه محترمه جدا جدا وسهله جدا، وكمان ابتدت تدخل في الكروس بلاتفورم، فالموضوع بصراحه الكوتلين يعني انا شايف ان هي عماله
تاخد مساحات من الجافا. خد على كده كمان المشاكل اللي ما بين شركة جوجل وما بين شركة أوراكل، يعني في أي لحظة ممكن تلاقي شركة جوجل وقفت الدعم عن الجافا، والجافا ما بقاش ليها برمجة أصلا جوه الأندرويد. فبالتالي أنا منصحش أي حد عايز يبتدي أندرويد بالجافا. عايز تبتدي نيتف ابتدي بالكوتلين، عايز تبتدي نيتف في الآي أو إس ابتدي بالسويفت، ده لو أنت عايز تبتدي نيتف. نمسك بقى الجزء التاني اللي هو الكروس بلاتفورم. كروس بلاتفورم يعني إيه؟ يعني أنا ببرمج مرة واحدة يطلع لي اندرويد ويطلع لي اي او اس ويطلع لي ويندوز ابلكيشن بقى ومش عارف ويب ابلكيشن وكل اللي نفسك فيه بقى. إيه القصه دي؟ هل ليها عيوب؟ هل ليها مشاكل؟ يعني مشاكلها ان هي ممكن تكون ابطا سنه في الريسبونس من النيتف، وممكن لما تيجي تعمل حاجه معينه جوه في الابلكيشن تلاقي نفسك بتتعب شويه عشان توصل لها. لكن في الوقت الحالي اللي انا شايفه ان نسبه 90% او اكتر من 90% من الحاجات اللي المفروض تتعمل بتتعمل بالكروس بلاتفورم. طب السوق ماشي ناحية ايه؟ الشركات ماشية ناحية ايه؟ طبعا الشركات ماشية ناحية الكروس بلاتفورم، لان العملاء ماشيين ناحية الكروس بلاتفورم. العميل في النهاية مش عايز يدفع، وفرق البرفورمانس اللي ما بين النيتف وما بين الكروس بلاتفورم ما بقاش محسوس بسبب قوة اجهزة الموبايلات اللي بقت موجودة في جيوبنا دلوقتي. فبالتالي الاتجاه كله ماشي ناحية الكروس بلاتفورم. السوق عمال يتسع في حتة الكروس بلاتفورم دي، اللي هي تعتبر ايه او ايه هي الفريم وركس اللي بتشتغل فيها. في فريم وركس كتيره جدا، في مثلا حاجه زي الاباتشي كوردوفا، حاجه زي الايونيك، دي حاجات معتمده على الجافا سكريبت، ان انا بكتب جافا سكريبت والجافا سكريبت دي بنشغلها على حاجه زي المتصفح بتاع الجوجل كروم كده جوه الموبايل، فبوهمك ان ده موبايل ابلكيشن بس هو مش موبايل ابلكيشن، دي خدعه بس قشطه بيشتغل وبيطلع شغل كويس ما فيش اي مشكله يعني. لكن البرفورمانس بتاعه ما بيبقاش احسن حاجه، اللي هو الاداء بتاع الابلكيشن يعني. نيجي بقى للمعلمين بقى أسياد لعبة الكروس بلاتفورم، هم ثلاثة، هم الفلتر والزمرن والرياكتين. الفلتر هي تكنولوجيا عاملها جوجل مبنية على لغة اسمها دارت، الزمرن هي لغة عاملها شركة مايكروسوفت مبنية على السي شارب، رياكت نيتف هي لغة عاملها شركة فيسبوك ومبنية على الجافا سكريبت وعلى الرياكت. فطبعا التلاتة أقوية جدا والتلاتة كويسين جدا والتلاتة مطلوبين في السوق. وحاول ان انت ما تتعبش نفسك في المفضلة، يعني حاول ان انت اسهل حاجة ليك تتعلمها. انا شخصيا انا عن نفسي انا شغال بالزمرن. ليه؟ لان انا اصلا ببرمج الويب بالASP.NET وبرمج الزمرن، الاتنين ببرمجهم بالسي شارب، فانا متعلم لغة واحدة بعمل بيها الاتنين، فانا مرتاح على كده، او ده بالنسبة لي اريح وبالنسبة لي أفضل. وأنا عندي كورس شارح فيه الزمرن فورمز، شارحها بالتفصيل وبشكل عملي وبمشاريع. تقدر أن تشوف الفيديو اللي أنا بتكلم فيه عن الكورس ده، وأنا بعرض في الفيديو شكل المشروع اللي احنا هنطلع بيه من الكورس، هتلاقيه بيظهر قدامك دلوقتي. ممكن بعد ما تقفل الفيديو تروح تكمل فرجة عليه، هتستفيد جدا. حتى لو مش عايز تاخد الكورس استفيد بفكرة المشروع، ممكن تنفعك لنفسك حتى لو هتشتغلها بتكنولوجي تانية. فاحنا نختار ايه؟ هل نختار نيتف ولا نختار كروس بلاتفورم؟ انا رأيي بصراحة اختار كروس بلاتفورم. طب هل النيتف ده كده هيموت هيضيع مش هيبقى موجود تاني اصلا خلاص في الحياة؟ لا، هيبقى موجود بس نسبته عمالة تتقلص وتتضاءل. فانت خليك مع الحاجة اللي الموجة ماشية معها، يعني الموجة ماشية مع الكورس بلاتفورم دلوقتي. نقي اي فريم ورك من الثلاثة، اسهل واحد فيهم بالنسبة لك وتعلمه. انا بشوف بصراحة ان كلهم يعني زراف وبساط، يمكن اكترهم يعني بحس ان الليرنينج كيرف بتاعه يمكن اعلى شوية هو الرياكت نيتف، لانك لازم تتعلم كذا حاجة قبل الرياكت. اما الفلتر والزامرن هي لغة، يعني لغة بتتعلمها وبتخش على اللي بعدها على طول. الفلتر بحسها بصراحة يعني سهلة في الاول جدا، لكن بعد كده بتواجه صعوبات وبتواجه شوية كعبلة. الزامرن في اولها يعني ممكن تحس انها صعبة شوية بسبب ان السي شارب لغة قوية، لكن قدام بتبص تلاقي الدنيا سهلة وبسيطة وجميلة وبتمشي سموز جدا. الرياكت نيتف نفس الاحساس، بتلاقيها في الاول برضو ممكن تلاقيها ايه في شوية كعبلة، لكن قدام بتلاقي الدنيا سموز وجميلة وبسيطة جدا. وده مش معناه ان الفلتر وحشة، لكن انا بقول لكم الفروقات اللي انا حسيتها ما بينهم وانت داخل بتحاول تتعلم الحاجات دي. وانا اتمنى طبعا ان انتوا تخشوا في الموضوع ده، لانك بجد هتستفيدوا بيه جدا. وطبعا عايزكم تكملوا في معرفتكم عن مجالات البرمجة وعن البرمجة بشكل عام، فعشان كده بقول لكم كملوا فرجة في القناة وكملوا في الفيديوهات، وشوفوا الفيديوهات اللي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، اختار لك فيديو فيهم ابتدي ان انت اتفرج عليه، زود معلوماتك زود مهاراتك عشان تخش في مجال البرمجة بشكل اكبر. واشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.